أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، تحياتي لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. مباشر 19 من أكتوبر 2024، من فضلكم لا تنساوا التكبيس وكذلك تشير اللايف. مشاهدينا على مستوى القناة في اليوتيوب لا تنسوا أيضا مشاركة الرابط وكذلك وضع علامة الإعجاب لمن لم ينخرط من قبل في القناة أو لم يشترك فيها فليفعل. كريستوفر كولي مرحبا وسهلا، عودة ميمونة مرحبا وسهلا، ياس تحياتي شكرا، المحفوظ مرحبا وسهلا تحياتي، موس مرحبا وسهلا، سي دي بي آر مرحبا وسهلا، محمد تحياتي، طارق مرحبا وسهلا، لجان الشعبية صباح الخير. إذا في هذه الحلقة صابري تحياتي مرحبا وسهلا، الأخ عمر الجيرو بيبو تحياتي مرحبا وسهلا، ديكتاتور دوك مرحبا وسهلا، سمير قنديل تحياتي. إذا من فضلكم لا تنساو تشير لايف، القناة ماشية وتسترجع صحتها بعد فيروس مخزني. فاتي غوز مرحبا وسهلا، كان هناك فيروسا مخزنيا يعني الآخذين في معالجته، جيبوا له ليزونتيبيوتيك اللازمين. الثوار الجمهوريون المغاربة مرحبا وسهلا، لطرش تحياتي، خليل تحياتي مرحبا وسهلا، عبدو تحياتي. إذا نمشوا إن شاء الله لموضوعنا، وموضوعنا في الحقيقة هو موضوع شي يقول لكم كيف هذيك الزريبة، أصلا هذيك الزريبة محمد السادس هي كيف سياستها، كيف كذلك بعض المواضيع اللي نتناولهم. إذن موضوعنا هو هذيك الزريبة اللي زريبة محمد السادس كيف تسير، وبالخصوص يعني موضوع الصحراء الغربية. توصلت بتسجيل صوتي لمسؤولة في وزارة الخارجية المغربية تتهم فيه برويطة المخزن باستعمال السحر الأسود. نعم، استعمال السحر الأسود في معالجة مشكلة الصحراء الغربية. واتهمت برويطة بحمل التمائم معه خلال سفرياته، وذلك للحصول على امتيازات أو الحصول على تقدم في ملف الصحراء الغربية. إذا إن شاء الله هذا الموضوع سنستمع إليه ولا سنعود له في الجزء في هذا اللايف، ولكن في الجزء الثاني. لكن خلونا نبدأ مع صاحب الدجاجة. وبالأمس يعني ظهر صاحب الدجاجة وهو يعني يترأس ما يسمى بالمجلس الوزاري. أم شريفة مرحبا وسهلا. إذا صاحب الدجاجة ظهر بالأمس وهو يترأس ما يسمى بالمجلس الوزاري. المجلس الوزاري عادة ينعقد برئاسته ويضم الحكومة المغربية وبعض المستشارين الملكيين لوضع الاستراتيجيات المستقبلية. وقد أعلن صاحب الدجاجة الذي بدا كالهيكل، يعني كما تشاهدون يعني هنا يعني يبدو لكم كالهيكل العظمي. إذن انظروا إلى حال صاحب الدجاجة، هذا هو حال صاحب الدجاجة وهو يستقبل هنا شكل بن موسى. هذه صور الأمس، يعني هيكل عظمي يقود الزريبة إلى الهاوية. إذن صاحب الدجاجة كما رأيتم، نعيد مشاهدة الفيديو، إذن صاحب الدجاجة يترأس استقبالا لشكيب بن موسى في القصر الملكي في الرباط. إذن انظروا إلى صاحب الدجاجة وإلى هيئته. إذن هذا هو وضع صاحب الدجاجة. هذا وضع صاحب الدجاجة هو نفسه وضع الزريبة، يعني الزريبة إذا بغيتوا تعرفوا ما هو حالها فانظروا إلى من يقودها، انظروا إلى من يسير الزريبة، سترون ما هو حال الزريبة. هذه الزريبة اللي الآن نتحدث عنها هي زريبة مصيري مرحبا وسهلا، هي زريبة يعني متهالكة مصابة بالوهن، مصابة بكل الأمراض،
يعني متضررة إلى حد كبير، زريبة يعني على 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 وشك السكتة القلبية. مرحبا وسهلا أخي رضا. زريبة كل شيء فيها متوقف، يعني كل شيء فيها واقف، اقتصادها ميت، فلاحتها ميتة، الإنسان فيها ميت حي، مستشفياتها ميتة، تعليمها ميت، مدارسها ميتة، جامعاتها ميتة. من ينكر ذلك؟ شكون اللي قد ينكر هذا الشيء؟ أعطونا شي واحد شي شجاع هنا ينكر لنا هذا الوضع. يلا يلا العياش، ولا واحد منكم يستطيع ينكر هذا الوضع. رفيق محمد مولود، هذا هو الوضع. الزريبة، الزريبة ميتة، الزريبة على مشارف الموت، إن كانت يعني وإن لم تكن قاعد دخلت يعني مرحلة الموت. الزريبة متوقفة، الزريبة ما لأنها بدون قائد، الزريبة بدون قائد، يعني خلاها صاحب الدجاجة ماشي على الله، يعني خلاها ماشي على الله وتمت ماشي على الله. المشكلة على أنها ما كانت ماشي على الله، وإنما ماشي على خطى الشيطان، يعني خل يعني ماشي على خطى الشيطان وليس خطى الله. يعني كل ذلك يتمثل في ياسر من الأمور، يعني نشر الفسق، دعارة الشيخات، توشيح الشيخات، تكريم الشيخات، تقديس الشيخات، يعني الرفع من قيمة الشيخات، وتدمير شكون؟ تدمير العلماء، المثقفين، الدكاترة، الناس اللي ممكن يقودوا الشعب، الناس اللي ممكن يوعوا الشعب، هذو كلهم يعني قام نظام المخزن بوضع نفسه عدوا لهم، يعني عاداهم. كذلك يعني هذه الزريبة هي تنطلق من هذا الأمر. يعني اسمعوا هذا الشخص اللي ما شاء الله عليه، يعني استطاع لأنه يتكلم من داخل الزريبة يعني يشرح لنا واقع الزريبة. هذا مغربي، هذا ليس لا جزائري ولا مريخي، هذا مغربي. يعني هذه مشاكل، يعني لا حصر أزمات في هذا البلد، يعني هذه مشاكل، يعني لا حصر لها أزمات متراكمة. الله يكون من فضلكم. يعني شيء غريب، واش ما كاش هناك من يناقش على الاقل من اجل النقاش؟ فاحنا قلنا ربما نثيرها بهذه المبادره المتواضعه، ربما نثير النقاش باش نناقش هذا الوضع ديال هذه بلادنا اللي خايفين عليها. احنا خايفين صباح الخير، خايفين على الفراغ، الصمت، الفراغ مهول، الفراغ خطير خطير جدا، ونخاف جدا، نخشى أن يهرب القرار من يد المغاربة. أنا كان سيقول أن يهرب القرار في اتجاه جهة غير اتجاه غير وطنية، غير وطنية. إحنا نريد أن يبقى القرار مغربيا، خلينا في المغرب، خلينا بيناتنا، ناقشوا بيناتنا، ناقشوا ونذاكروا بيناتنا، والبلاد تزيد قدام. لأنه ما كاينش شي واحد اللي كيقول لك بأن البلاد تزيد قدام. التقارير الدولية، الناس كتكلموا، الصحف، انتم الصحفيين، الإعلاميين، الكل يتكلم عن الأزمات وعن المشاكل. إذا ما الحمل؟ ما هذا السكوت المريب؟ يعني شيء، يعني هذا شيء راه مخيف. وقيلا القميص قال الناس دابا كتقول لك القميص تاع الكلام. لا واش إلى درجة، واش بلغ الرعب بالناس إلى هذه الدرجة؟ أو بلغت الاستقالة من شأن إلى الدرجة؟ هنا واش المغرب ما فيش كفاءة؟ الذي يقع في هذا؟ إذن هناك يعني ناس قادرين على أنهم يتكلموا بالحقيقة، ناس قادرين على أنهم ينشروا الحقيقة كما هي، هم قليلون يعني ما هم كثيرين، ولكن على الأقل واحد ولا اثنين من الملايين يحكون ماذا يقولون لكم. قولكم يا الشعب المغربي أش واقع، يا الزريبة الهلكية أش واقع، يا الزريبة الهلكية، أنتم أشنو مشكلة عندكم؟ لأن هناك مصادرة للرأي الآخر. في الزريبة كان رأي واحد، في الزريبة هناك رأي واحد، ما كاين لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة، كاين رأي الملك وخلاص. ملك بغى يعين يعين، بغى يزيد بغى يزيد، بغى ينقص ينقص، بغى يقيل يقيل، بغى يعني كل شيء بيد الملك.
هذا الاحتكار الخطير للسلطة هو اللي ضيع المغرب، هو اللي خرج على المغرب. يعني هذا الاحتكار الصارخ الديكتاتوري للسلطة هو اللي خلى المغرب متخلف، وخلاكم انتم كمغاربة مجرد قطيع عند الملك. يعني انتم بحل واحد الناس، بحل واحد الراعي، وهو ذاك الراعي عنده قطعة من الغنم يرعاها، حارمها من الأكل، حارمها من الشرب، حارمها من التعبير، حارمها من التعليم، حارمها من كل حقوقها، وقافل عليها في هذه الزريبة ويسيرها كيف بغى، وكل مرة يختار لها شخص عليها وهو، وعنده مجموعة خاصة به هي اللي كل مرة يبدلها الأدوار. يعني في كل مرة يبدلها الدور. يعني هذا الشكيب بن موسى اللي استقبله بالأمس وعينوا رئيس أول مندوب سامي للتخطيط. يعني شو المندوب السامي للتخطيط؟ ما هي مهمة المندوب السامي للتخطيط؟ هو وضع الاستراتيجية ودراسة الواقع ووضع الاستراتيجيات المستقبلية. دراسة الواقع وشوفوا الاختلالات أين موجودة في الزريبة، وبعد ذلك صاحب الدجاجة يضع الاستراتيجيات المستقبلية بالتعاون مع هذا المندوب السامي. الإشكالية هو أن هذا الشكيب بن موسى كان على رأس الداخلية وخربها، وكان على رأس السفارة المغربية في باريس وخربها، وكان على رأس البرنامج التنموي الجديد اللي قام به محمد السادس أو أعلن عنه محمد السادس بعد نهاية النسخة الأولى من التنمية البشرية، وخربها وخرب البرنامج. وبعد ذلك مشى عينه على رأس التعليم وخرب التعليم. يعني شوفوا كم من مسؤولية، وزيد عليها كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وخرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 5 مناصب. زادوا الآن التخطيط، زادوا التخطيط. يعني ايش يقول له خربتنا التعليم، برافو عليك، خربتنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برافو عليك، خربتنا كذا، نزيد نعطيك شي قطاع اخر تخربوا لنا. هذا راه شي نقول لكم، راه المنكر، قمه المنكر، قمه الديكتاتوريه، قمه احتقار الشعب، قمه طحن الشعب. شعب ما عند بابه لا قيمة له. مغربيات ما تلاو يولدوا، ما تلاتش مغربية تولد كيف شكيب بن موسى. ما بقاتش مغربية قادرة على أنها تحبل وتجيب لنا واحد، جيب واحد للمغاربة اصلا يستطيع لانه يسير شي مؤسسه في المغرب. كاين لا شك بن موسى بدل له الادوار هنا وهناك، هنا وهناك، هنا وهناك، هنا وهناك، اللي يموت. وهذه اشكاليه حقيقيه عند النظام نفسه، لان النظام غير قادر على التخلي على على على, على, على الطريقه اللي يدير بها المغرب هذه قرون. لان هذا الشيء اللي وصلت له اليوم في المغرب هو نتيجه قرون من التسيير على نفس النهج مع نفس النتائج بنفس الطريقة، مع أهم شيء وأصعب شيء هو احتقار الشعب المغربي. فبغض النظر على هذه قضية شكيب بن موسى، صاحب الدجاجة بالأمس أعلن على أنه قرر زيادات تقريبا قدرها 1000 درهم، اللي هي تقريبا 100 يورو، للقوات المساعدة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. تحياتي، شكرا. هذه الزيادات هي للجيش ولكل الأجهزة القمعية، ولكن ليست زيادات للمتقاعدين اللي كانوا في الجيش. ذوك المتقاعدين اللي قال لك حروا الصحراء المغربية، ذوك المتقاعدين اللي يموتوا اليوم جوعا في المغرب، منهم اللي بيعدي طاي،
منهم اللي يطلب في المحطات الطرقية، منهم اللي بات في الشارع، منهم اللي انتحر، منهم اللي مات كمدن. هذو كاملين مازالوا قالك انتظروا الزيادات، والآن يتوفون واحد واحد وما ينتظرهم يموتوا واحد واحد. هذو الجنود كاين طبعا واحدين منهم وسطهم مهمتهم هو نفس الطريقة اللي يتعامل بها النظام معهم، وهو يبيع لهم الوهم. لأن محمد السادس البارح منين يطلع في مجلس الوزاري اش يقوم به؟ شنو المهمة اللي قايم بها البارح؟ ولما كان في البرلمان الجمعة الماضية شنو قام به محمد السادس؟ هو يبيع لك الوهم، هو يبيع لك الوهم. يعني يجي محمد السادس ويخسر الملاير باش يبيع لك الوهم، باش تدي معك الوهم. منين تسمع محمد السادس تسمع الوهم وترجع للدار تدي معك الوهم. والله إلا كنت في الدار تسمع الوهم وتبات عليها الوهم، والله ممكن تعيش 10 سنوات وانت تنتظر الوهم، ممكن تنتظر 25 سنة وانت تنتظر الوهم. الآن محمد السادس عنده 25 سنة وهو يبيع الوهم للمغاربة، 25 سنة وهو يبيع لهم الوهم فيما يتعلق بأوضاعهم الداخلية. خلي الصحراء الغربية، بعد الصحراء الغربية موضوع آخر. 25 سنة هو يمنيك اليوم غدا بعد زغلال الشهر الجاي العام الجاي إن شاء الله كل شيء ليعود بخير. شوف راه جبنا الاستراتيجية الفلانية، جبنا الاستراتيجية الفلانية، أنا خدام على الاستراتيجية الفلانية، أنا خدام على البرنامج الفلاني، أنا خدام على تنمية كذا، أنا خدام لكم على كأس العالم، أنا خدام لكم على الملاعب، أنا خدام لكم على الطرق، أنا خدام لكم على إعادة إعمار زلزال الحوز، أنا خدام. وهو كلها مشاريع للوهم موجودة على الواقع، صفر صفر منها على الواقع. الآن الناس اللي متضررين من زلزال الحوز مازالوا ما سكنوا، في حاجة إلى 55 ألف سكن على الأقل، بنى لهم منها 1054 ألف مازالت تنتظر. منين اللي يجيب فلوسها؟ الله أعلم. منين مشات فلوسها؟ الله أعلم. شكون اللي سرقها؟ طبعا اللي سرقها هو اللص الأكبر اللي هو محمد السادس اللي ظهرت فيه دعاوي المغاربة، راكم شفتوا حالته. إلى مشينا للصحة، شكون اللي قد يقول لي في المغرب بأن كاين هناك صحة؟ شكون؟ إلا الكذاب. شي واحد كذاب؟ نعم شي كذاب فعلا، شي كذاب كذاب كذاب، شي دكالية كيف هذه الكذابة. هيا الكذابة الدكالية، وي تقول لك كاين عندنا المستشفى، عندنا كل شيء. يجيك واحدة سميرة واحد الذبابة هون، حتى هي ذبابة إلكترونية مغربية، تقول لك كل شيء كاين أخويا، كل شيء كاين، عندنا كل شيء. توما ما عندكم لا مستشفى لا طريق لا قيمة، لا إعلام، لا فلاحة، لا أمن غذائي، لا ولا مش عندكم ولا شيء، عندكم حتى شيء. أنت تكذبي على راسك. إذن هذو الجنود القدامى اللي مشاو أعطاو حياتهم من أجل المقبور الحسن الثاني عليه لعنة الله ليوم الدين، الله يجعل إن شاء الله قبره حفرة من حفر جهنم بما فعل. شاو حاربوا معه ومشاو المشكلة الصحراء الغربية وقال لك احنا كذا وحررناها وكركرناها وتتطيف عنا وتركنا وراه احنا انتصرنا وراه جبنا هذيك الأرض، أرض أجدادنا وأرض أعمامنا وأرض أخوالنا. والكذب ذاك الكذب، لأنه هو سبحان الله شي كذب على شي، يعني سبحان الله المخزن بحال واحد الأطرش، واحد الأطرش يتكلم مع راسه. هذاك الأطرش هو يرى الهزيمة هزيمة ولكن يحدث راسه بغير الهزيمة، يقول لك وراهم منتصر. انت منتصر باش مش منتصر؟ إذن هذوك الجنود مشاو خدموا مع المقبور الحسن الثاني وخلصهم لأبخس الأثمان، طلعوا عليه رخاص ومشاو معاه للصحراء الغربية. مشاو معاه، خلوا أولادهم، خلوا عائلاتهم، خلوا ما حملوا ما عندهم من ممتلكات، خلوهم وراهم في المغرب. مشاو منين مشاو للصحراء الغربية على أساس أنه قال لك يحروا هايك الأرض، عاشوا الويلات. منين عاشوا الويلات في هذيك الأرض؟ لأنهم اعتدوا على واحد الشعب واغتصبوا واحد الأرض وسرقوا ثروات
الشعب الصحراوي وتعداو على واحد الشعب آخر، تعداو على النساء والكهول والشباب والأطفال، وعاونتهم فرنسا وعاونتهم بعض الدول باش يقتلوا هذاك الشعب ويعتدوا على الشعب. في التالي مرحبا وسهلا ابن الدولة الجزائري. في التالي اليوم شنو هي النتيجة، شنو هي المحصلة، شنو هي الحصيلة اللي حصلت عليها؟ أنا دائما نبغي نوصل معاك لخواتيم الأمور، بغي نسولك أنت فين وصلت. مثلا محمد السادس فين وصلت، 25 عام فين وصلت، اش عندك، أعطينا الحصيلة. بعد يجي الموضوع الصحراء الغربية، أعطينا الحصيلة الآن فيما يتعلق بهذول المتقاعدين العسكريين اللي موجودين في الشارع. شنو المحصلة اليوم، شنو حصيلة معالجتك أنت لمشكلتهم؟ لا شك، الوعود ثم الوعود ثم الوعود. هو الوعود حتى تموت انت تحقق لك وعودك. كم هذو الاشخاص قاموا بمظاهرات في الشارع في الرباط، كم من معتصم نفذوه في الرباط، كم من ليلة باتوها في الشوارع في الرباط. احمد بابا مرحبا وسهلا. كم عانوا، كم خلصوا في نفقات التنقل من مدنهم نحو الرباط، كم من عصا جات فروسهم من طرف النظام الملكي المجرم الفاسد، كم من وعد سمعوه ولم يتحقق، كم من تدوينة قراوها على أساس أنه راه الأسبوع الجاي سيتم الإفراج عن تعويضاتهم والرفع من تقاعدهم، كم من تدوينة قرأوها، كم؟ طبعا الآلاف، ولكن النتيجة شنو هي؟ صفر. مزابي تحياتي، صفر. لماذا؟ لأن هذاك النظام خدمته هي بيع الوهم، يعني بيع الوهم هذيك خدمته. هذا محمد السادس انتم تخلصوه 700,000 يورو في النهار باش يبيع لكم الوهم. كان عليكم تجيبوا شي حمار كاع ما يتكلم، جيبوا شي حمار من شي حاضرة وعينوه في القصر، عينوه مالك، يطلع عليكم رخيص، تجيبوا له بعد على الاقل تعلفوه، تجيبوا له التبن ولا تجيبوا له الزرع وتجيبوا له كذا، يطلع عليكم رخيص، ما يتكلم، ما تكلموه، ما يكلمكم، راهو فمي يعلف وخلاص. ليش تجيبوا واحد ملك، تجيبوا لنا ملك 700,000 يورو في النهار، القصور، السيارات، التنقلات، البوليس، المخابرات، الجدارك كذا، طالع عليكم ب 700,000 يورو باش يكذب عليكم، يعطيكم كل نهار حلم لن يتحقق. شيبو حمار، انا اشريه لكم، انا اشريه لكم في سبيل الله 70 يورو 100 يورو، جايب لكم حمار، نجيب لكم حمار. اش بغيتو، حمار الماني، بغيتو حمار فرنسي، بغيتو حمار بلجيكي، بغيتو حمار امريكي، بغيتو حمار ياباني، يشرو لكم حمار يليفروه لكم في المغرب، عينوه في القصر، وتموا على الاقل علفوه، ما تخلوه بالجوع وخلاص. اش تصدعوا راسكم بكذا، والمليك وقال المليك وفعل المليك والمجلس الوزاري والتغيير في الحكومة والتغيير في الوزراء والتغيير في المؤسسات، وهو في الحقيقة ما ولا نتيجة، ولا نتيجة. لا احنا في بوليزاريو معنا الحمير، لا انا تجولت في مخيمات اللاجئين الصحراوي ما لقيت حمار. في المقابل شفت المسؤول اللي كان يقوم بالإشراف على عمليات التدخل في الحوز حمار، شفت الحمار ينقل في الشاحنات في زلزال الحوز من أجل التدخل لفك العزلة عن المواطنين أو الرعاية في المغرب. ولكن صدقوني بكل صدق وبكل أمانة، تجولت في مخيمات اللاجئين الصحراويين والله ما شفت حمار. شفت الشياه، شفت النعاج، شفت الجديان، شفت العزة والكرامة، ولكن ما شفت حمار. مش نعود صريح معكم، لو كان شفت حمار نقول لكم شفت حمار. لذلك نجيب لكم حمار أوروبي والله حمار أمريكي يسيركم في المغرب أفضل لكم من محمد السادس، لأن محمد السادس طالع عليكم غالي جدا. إذا نشوفوا ماذا قال هؤلاء المتقاعدون اللي هما يعني محتقرين، واللي هما قلناها لهم وتكلمنا معاهم منذ زمان، وقلنا لهم أنكم لا تنتظروا شيئا من هذا النظام
لان محمد السادس بياع الوهم فقط. وقلت لكم على انه اهراكم له تموت توفاو واحد واحد، هي انتظركم هذاك النظام حتى تموتوا واحد واحد باش يتهنى من مشكلتكم، لان انتم عائق عليه، انتم عبء على ظهره، انتم عبء. شلاه يعدل معاكم يخلصكم باش يخلصكم الميزانية فارغة. هو اللهم يمشي يشري درون ولا يعيش المغاربة، اهم شيء هو الدرون. وهذيك الدرون حتى هي داخلة في هذه اللي قلت لكم في هذاك السياق بيع الوهم للمغاربة بأنه راه مشكلة الصحراء الغربية اللي تنحل بالدرون، وبأنه راه تنحل بإنتاج الدرون وبشراء الدرون وبالفرق الفنية اللي أصلا تجي للصحراء الغربية باش تدرب الجيش الملكي على قتل المدنيين. إذا ماذا قال هؤلاء المتقاعدون؟ قال لك بأنهم يعني هم قدماء المحاربين والمتقاعدين، وهذا راه من صفحة هذاك فارد دقيق. بالمناسبة هذاك فارد دقيق هو واحد من الناس اللي يبيعكم الوهم، وأنا قلتها لكم وحذرتكم منه، قلت لكم هذاك راه مندس باش يضحك عليكم. قلتها لكم وكررتها عليكم وقلت لكم الزنود المزندين وراء دزازة الملك، الزنود المزندين اللي ماكم قادين حتى تنتزعوا أبسط حق من النظام الملكي. صدع لنا روسنا بأنني كنت مقاتل، كنت مناضل، كنت مكافح، كنت مجاهد. أنت ما قد تجيب حتى لا بطاطا مطيشة من عند سيدك محمد السادس. قلت لكم على أنه هذاك راه هذاك فارد دقيق راه مندس. طبعا اللي ما يعرف فارد دقيق هو هذا، شو هو هذا فارد دقيق، هو هذا فارد دقيق. ناو شتو ناو النصاب هذا أخوة، سبحان الله مغرب النصابة. فين ما تجبر واحد يدافع على الدولة أو الزريبة أو مؤسسات الزريبة عرفوا النصاب، لا بد يكون نصاب. خاص الشرط الأول يكون نصاب بحاله بحال سيده، يبيع للناس الوهم كل مرة وإن شاء الله وكذا وراه المعاشات راهي لا ترتفع وراه سمعت الزريبة سمعت سمع وشميت اسكو ما يشموا بحال الكلاب حاشاكم أصلا يشموا ويسمعوا. هذا فارد دقيق. ماذا قال هذا فارد دقيق؟ هو كاتبها، يعني احنا ماشي نزوروا عليهم والله، احنا من لحيتهم اللقموا لهم. إذا يقول عبر قدماء المحاربين والمتقاعدون، قدماء المحاربين والمتقاعدين الأمي، قدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين والأرامل عفوا، وخصوصا المتقاعدين بمعاشات هزيلة جدا عبر تدوينات وتصريحات عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث يشعرون بالظلم والإقصاء، هالشي اللي قلت لكم أنا من زمان، بسبب عدم استفادته من الزيادات في المعاشات التقاعدية مثل باقي القطاعات، يبرزون تضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الوطن. ما تبقاش تتكلم على الوطن، مره ما عند باباك وطن، مره ما عند باباك وطن، ما تبقاش تتكلم على الوطن. المغاربة راه ما عندهم الوطن، راه حنا ناضلوا معاكم باش تجيبوا الوطن. حنا الصحراويين حنا ناضلوا معاكم ونعطيكم وقتكم الوقت باش نسترجعوا لكم وطنكم، نعطوكم وطنكم، لان ما فيكم الرجال اللي قدوا يجيبوا الوطن. سمعت العياش؟ ما تبقاش تتكلم على الوطن، ادع على الوطن. الوطن مسروق منك، الوطن مسروق منك. كن عندك الشجاعة واعترف، قول على اني انا مسروق مني الوطن، وإحنا خدامين معك رجال، ولاد الرجال، ولاد النساء الحرات، إحنا ناضلوا معك باش نجيبوا لك وطنك، قدموه لك باش تكون أنت جار في المستوى. وعلى الأقل منين انتصروا لك اعترف، منين انتصروا لك إحنا، منين قدموا لك هذه الخدمة لخدمة العمر شكرنا، لأنك أنت مالك راجل باش تجيب الوطن. تحداكم يلا كونوا رجال وجيبوا وطنكم، يلا كونوا رجال واسترجعوا وطنكم من الملوك العلويين. ما تستطعوا، عاطين وطنكم لهيكل عظمي يتصرف فيه، عاطي مستقبلك لواحد لهيكل عظمي يتصرف فيك. انت هو مغربي، انت ولد المغرب
ومن حقك تستفد من ثروات المغرب، ومن حقك على انك تعيش افضل من الملك، ولكن لا انت تعيش على صدقات الملك، تنتظر الملك يتصدق عليك. يعني تنتظر انه الملك يجتمع في يوم من الايام بعد ما يتسكع في اوروبا ويتسكع في الغابون ويتسكع في الموزمبيق وما يخلي دار وما يخلي دوار، يجيك انت يرجع لك انت يقول لك هاك هاك 500 درهم باش تخلص الانترنت. لا، النهار اللي يكون منكم رجال شداد اللي مستعدين وقادرين على انهم يسترجعوا وطنهم، ديك الساعه ما تنتكلموا عنكم. ما احنا الان رانا نقوم بالواجب الانساني تجاهكم لانه نعتبركم مستضعفين، احنا فينا الانسانيه عليكم انتم. إذن ماذا يقول هذا؟ قال لك يبرزون تضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الوطن، وبالتالي قلت لك لا تتكلم عن الوطن، خلي عليك الوطن لأن ما عندك وطن، أنك مشرد فيه، دون رد الاعتبار خاصة في المعارك الطاحنة. أش من معارك طاحنة؟ المعارك الطاحنة اللي مشيت انتلها باش تموت، أو دفعك الملك الهيكل العظمي باش تموت فيه، مشي دفعك باش تسترجع الصحراء الغربية، لأن الصحراء الغربية ما هي أرضك، أرضك راك خليت فيها الملك الهيكل العظمي محتلة، إلا قادر مشي تسترجعها من عند الملك. في المعارك الطاحنة والحروب ضد داعش المرتزقة في الصحراء المغربية. شوف فرد دقيق، أول شيء المرتزق، تعرف شكون هو المرتزق؟ المرتزق هو اللي يجي من الرباط ولا يجي من تامسنا كيف تفعل أنت، وتخدم في الجيش الجحش الملكي وتمشي للصحراء الغربية باش تقلعها من أرضها من أهلها، أنت هذاك هو المرتزق. أما هذاك الصحراوي هو ما جاك أنت لتامسنا باش يقلع منك تامسنا، وهذاك الصحراوي ما خدم عند شي جيش ولا شي قوة أجنبية باش يجي يقلع منهم الأراضي باش يعطيهم الوحدين ثانيين. إذن رانك لما تقول المرتزقة راك تتكلم على راسك، وتتكلم على الآلاف من الجنود المغاربة اللي خدموا مع الجحش الملكي في فترة الحسن الثاني اللي كانوا يتقاضوا مقابل على عملهم في الجيش. أما المقاتل الصحراوي اللي تواجهه أنت في أرضه، هذاك ما يتقاضى أي راتب، هذاك ما ينتظر لا راتب ولا رتبة، هذاك ما ينتظر يقول له راك طلعت كونونيل ولا طلعت ضابط ولا طلعت أوفيسي ولا طلعت، لا لا لا، أنت تسترزق عند الملك الحسن الثاني وتسترزق عند الملك محمد السادس، وتأتي لأرض ليست أرضك وتبغي تقلعها من أهلها باش تعطيها لواحد ملك مسترزق حتى هو خدام عند أسياده، لأنه هو يسرق هيك الصحراء الغربية ويعطي منها جزء كبير من المسروق للقوى الخارجية ويدي منه الفتات. احنا راه لما نتكلموا معاك نتكلموا معاك بالحجة والدليل، ونتكلموا معاك بأشياء منطقية، هذا هو المنطق. انت رانك انت جيت للصحراء الغربية باش تسرقها تعطيها لواحد ثاني شماتة يديها، هو شو سبحان الله ظهر فيه الحق، أصبح يعني هيكل عظمي متنقل ما عند بابه لا حياة لا صحة لا مزاج لا أي شيء، عنده الملاير ولكن عايش عيش الكلاب. محمد السادس راه عايش عيش الكلاب، عندكم تشكوا عنه عايش؟ محمد السادس يتمنى يكون الآن عايش في براكة في المغرب، يتمناه يقول اللهم نعيش في براكة لا يعود عندي هذا الشيء كامل من الثروات والقصور وكذا، وهو عايش عيش الكلاب في القصر. المعارك الطاحنة والحروب وكذا، ويطالبون الحكومة بالاعتراف بمساهماتهم. ش من مساهمات؟ شي تعترف لكم الحكومة، تعترف لكم بالإجرام في حق الشعب الصحراوي؟ باش تعترف لكم باش بالإجرام؟ انتم رانكم لا مجرمين؟ باش لي تعترف لكم الحكومة؟ اش من حكومة هذه؟ هذه حكومة بيع الوهم، هذه حكومة بيع الوهم، لأن هي حكومة صاحب الدجاجة، أكبر واحد يبيع الوهم للمغاربة بمساهماتهم وإنصافهم ماديا واجتماعيا. أول شيء بعد اللي يطلب الإنصاف في الزريبة راه طيح على راسه.
يعني اي واحد في المغرب يطالب الانصاف من النظام راه مسكين، راه مشكوك في قدراته العقليه. اش من انصاف في المغرب؟ انصاف من لا يوجد في المغرب. مين هو الانصاف؟ قولوا لي حد نصفوه في المغرب، اعطونا حد نصفوه في المغرب، نصفوه تم انصافه في المغرب، اعطاه حقه بالمثني والمثلث. لا يوجد لا مجموعه بشريه ولا افراد. اللي مدي ثروات المغاربة هي واحد المجموعة قليلة خدامة مع بائع الوهم محمد السادس اللي بيع لكم الوهم فقط. هذوك عايشين بخير وعلى خير، ولادهم دارسين في الخارج، عايشين أحسن عيشة، ساكنين في أحسن الفلل، ولادهم يعني يقضون العطل الصيفية في الخارج. انتوما كمغاربة ما شان شو من حق عندك، شو من حق عندك، شو من تعويض عندك، ما عندك حتى حاجة. من حقك على انك انت تكون انت المتصرف في ثرواتك تجاه الملك، ولكن لا العكس. ماديا واجتماعيا تقديم الدعم المناسب لما قدمه لهذا الوطن. شو من وطن؟ ان هذا الوضع يعكس شعورا عميقا بالاستبعاد. الاستبعاد ياك عرفتوها ولا باس بلي عرفتوها. والحمد لله، الحمد لله منين عرفت بان الاستبعاد هو الاقصاء حتى هو عرفتوه الحمد لله. كيفاش قلناها لكم من بداية؟ قلناها لكم من سنوات وحنا نقول لكم راكم مستبعدين ومقصيين، قلناها لكم غير ما تسمعوا. وعدم التقدير ياك الحمد لله وصلتوا لها، هذا راه كلام همومه، كلام همومه. ورد الاعتبار، رد الاعتبار ما هو كاين اصلا، مما يستجب من الجهات المسؤوله والمعنيه اعاده النظر في سياساتها تجاه الفئه التي قدمت لها الكثير من اجل الوطن، منهم الشهداء ومعطوبي الحرب. شو من شهداء؟ انت مجرم داخل ارض الصحراء الغربيه تحتلها وتوكل ثرواتها وتعتدي على الشعب وتتكلم على الشهاده؟ اش من شهاده؟ اذا مت في الصحراء الغربيه فانت مت جيفه. ايها الزندي المغربي، اذا مت في الصحراء المغربيه او الغربيه كما تسميها لهي تموت جيفه. جيفه جيفه. لماذا؟ لانك جاي لارض ليست ارضك. جاي لأرض ما هي أرضك، جاي مخلص، انت مخلص، انت مرتزق، انت مرتزق، انت عندك ماندة في الشهر، عندك خدمة، كيف البناي، كيف الجلاج، كيف البلومبري، كيف كل واحد قدام خدمة معينة عند الملك يتقاضى راتبه. ايش عندك؟ نصيبك من ذيك الثروات اللي تنسرق من الصحراء العربية. إذن هذا هو، هذه تدوينة اسمه. خلونا نمشوا للموضوع الأساسي والمهم اللي هو صاحب الدجاجة وخارجيته. تعرفوا عن صاحب الدجاجة الآن منين أعطى 1000 درهم للجيش والدرك والقوات المساعدة؟ لماذا؟ لماذا أعطاهم 1000 درهم؟ لماذا زادهم 1000 درهم؟ علاه ما يعوض هذا؟ هلا ما يعوض هذا اللي اصلا مشاو كازابلانكا؟ مرحبا وسهلا. لانه يراهن على اولاد المغربيات باش يموتوا مره اخرى في الصحراء الغربيه حمايه لفكره التوسعي في الصحراء الغربيه. الان مع وجود الحرب من يوم 13 نوفمبر 2020 موجود الحرب في الصحراء الغربيه، واللي كل نهار نظام الاحتلال المغربي يؤدي فيها الثمن غاليا، الثمن العسكري والثمن المادي والثمن البشري، بسبب جسارة وقوة وشجاعة الجيش الشعبي الصحراوي اللي لقن اليوم الاحتلال المغربي دروس مشابهة للحرب في 75 إلى 91، نفس الدروس. اليوم شكون اللي يؤدي الفاتورة البشرية؟ هو الجندي المغربي الفقير اللي دخل الجيش في المغرب باش يعيش، باش ما يموت من الجوع في المغرب، مش يدخل الجيش باش يدافع والله يحرر الوطن كما يدعوا، لا لا لا، دخل الجيش من أجل باش يبقى على قيد الحياة، لأنه ما كاينه فرص أخرى للشغل من غير الجيش. تكلم عن دوزيام حلوف، وهذاك دوزيام حلوف اللي هو أصغر رتبة في الجيش الملكي الغازي المحتل
اليوم يرسل الى جبهات القتال باش يموت باش يبقى محمد السادس متنعم في القصور، باش يبقى محمد السادس عايش بخير وعلى خير في القصور. قائد الجيش فين هو؟ قائد الجيش المغربي راه في الغابون. عندك الحرب؟ نعم عنده الحرب، ولكن راه في الغابون. فين هو قائد الجيش؟ قائد الجيش عنده الحرب ولكن راه في باريس يشرب الشراب يتسكع. فين هو قائد الجيش المغربي وعنده الحرب من يوم 13 نوفمبر 2020؟ راه في جزيرة الزنجبار يشوف هذاك القصار كانوا كمل. والله لا، هذا هو القائد القائد الأعلى للقوات المسلحة الهلاكية في المغرب. فين أين هو الجندي البسيط المغربي البسيط؟ راه في الربط، يعني يطيب خبزته ويواجه المقاتلين الصحراويين وينتظر الموت جيفة، ينتظر الموت جيفة. هذيك عائلته اللي موجودة وسط المغرب تنتظر ويجي في الصندوق. يجي في الصندوق، ومنين يجي في الصندوق ما يقولوا لك بأنه مات في الحرب. تصوروا انتما، كاين شي جيش في العالم، حاول تستوعب هذا الكلام اللي نقول لك. كاين شي جيش في العالم يمشي الجندي على أساس أنه لا هي قاتل، وهو ماشي على أساس أنه لا هي توفى، أنه الجندي هكذا هي خدمته على أساس أنه ما هل يرجع. لكن لما يرجع لعائلته في الصندوق ما يقول لهم مات في الحرب، يقول لهم عضت لفعة. يعني أنت توجد ولدك وتدرسه وتكبره وتلبسه وتثقفه وتعلمه وترسله للجيش ويجيك في الصندوق وعضت لفعة. استوعبها شوي. الا عندك شيء في الراس، الا ما عندك شيء في الراس راه ما عندك شيء في الراس. اللي نعدل لك ان اخويا ما لا لست خالق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. خلقك بعقلك، راك بعقلك، ما خلقك بعقل الا الله. العقول لا تشترى، حتى الصين ما تصنع العقل باش نشروه لك من عنده. كيف ولدك ماشي للجيش ويجيك ويقول لك راهو ميت باللفع، عضته لفع؟ سبحان الله. هذه اللفعة ما هي كاينة في ظلال، هاي اللفعة ما هي كاينة في بني ملال، هاي اللفعة ما هي كاينة في قادير، هاي اللفعة ما هي كاينة في طنجة، هاي اللفعة كاينة لا في الصحراء الغربية وفي الصحراء الغربية في البرد. سبحان الله، هاي اللفعة تعض في حتى في البرد. احنا نعرفوا اللفعة تعض في الصيف. شفتوا قدرة هذا النظام على الكذب؟ أورا هذا هو الكذب اللي نحدثكم عنه. هو اللي مات في الحرب، قولوا الناس مات في الحرب، شنو المشكلة؟ شنو هي المشكلة مثلا؟ شنو هي المشكلة؟ مثلا واحد مات حادثة سير، شنو المشكلة؟ قولوا الحقيقة، مات في حادثة سير، طاح من فوق الحيط، جاته سكتة قلبية، قولوا جاته سكتة قلبية، عضته لفعة، قولوا عضته لفعة. لكن يموت في الحرب وتقولوا لفعة؟ يموت في الأقصاف وتقولوا لفعة؟ وما هو واحد، ما هو اثنين، ما هو ثلاثة، ما هو أربعة؟ ومن بعد جي تقول لي احنا الشعب، ايش من الشعب يا ولدي؟ ايش من هذا الشعب اللي الشعب تعدلها علينا؟ انت تبين لي بانك انت شعب على 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 علينا؟ لا عم، هذاك الشعب عدلها على الملك، على محمد السادس. قول له انت رحنا شعب اخويا، رحنا شعب، رحنا بشر، احترم على الاقل، احترم انسانيتنا، احترم الالم اللي احنا فيه. قول لنا الحقيقه، موت ولدنا، كون راجل وكون شجاع، ولا كوني شجاعة، وبدل ترفع علي انا صوتك، وبدل على انك تكتبي لي انك تعليق، كتبيه لسيدك باش يعطيك على الاقل حقك. ولكن اش وقع لكم انتوما؟ اش وقع لكم انتوما؟ انتم غير قادرين على انكم ترفعوا الحقرة عن انفسكم. الحقرة ما انكم قادرين ترفعوها على رؤوسكم، ما عندكم الاليات باش ترفعوا الحقرة على انفسكم، ولكن عندكم القدرة على اعادة انتاج الحقرة.
إعادة إنتاج الحقرة أنتم قادرين عليها. شوفوا بالنسبة لكم أنتم الشعب الصحراوي هو عدو بالنسبة للنظام المخزني، والمخزن طحنكم أنتم، إذن ما فيها بأس أنتم تطحنوا الشعب الصحراوي ولو بالكلمة ولو بالعبارة ولو بتعاليق، ولكن غير قادر على أنك تتحدى نظامك وتتكلم معه بصراحة وتبين له شجاعتك وتبين له بأنك موجود وتنتزع منه حقك، غير قادر. هذه الإشكالية، هذه سيكولوجية الإنسان المغربي الذي صنع في المدرسة المخزنية. يعني كيف صنع الإنسان المغربي في المدرسة المخزنية؟ صنع هكذا. كيف هذا أحمد الهواري مثلا؟ شوف ما كتنعش صاحبي مالك كذا، شوف تكلم له على الناس وعلى الموت وعلى العقرب وعلى الناس وعلى الآلام وعلى كذا، ويتكلم لك على نعس والله فيق والله رقد والله. شفتوا، هذه هي سيكولوجية المواطن البئيس، ذاك المواطن اللي قلت لكم المواطن الكلب. المواطن الكلب هو هذا، المواطن الكلب يعيد إنتاج ذاك الشيء اللي نزرع فيه من طرف النظام اللي هو أقوى منه. هو لا يستطيع أن يكون على قدر الخطاب اللي يسمع ويتفاعل معه وينتج إعادة إنتاج خطاب صالح للبشرية. راح نتكلموا عن البشرية، احنا ما نتكلموا عن الحيوانات، الحيوانات راح عندهم الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم. إذن صاحب الدجاجة زاد 1000 درهم، زاد 1000 درهم للجيش لأنه محتاج للجيش، ولكن غير محتاج للمتقاعدين المغاربة، وغير محتاج للموظفين المغاربة المدنيين، وغير محتاج للفقراء في المغرب، ولكن زادها لهذوك اللي لا يساهموا معاه في استتباب القمع في المستقبل، لأن المغرب مقبل على خزيت. المغرب في المدن والقرى وفي الجيش وفي الدرك مقبل على الفوضى. وش كلها يضبط الفوضى لفائدة صاحب الدجاجة؟ وما هذو العناصر اللي تكلمنا عنهم؟ الجيش والدرك والقوات المساعدة والبوليس، هذو هما. الشيء الثاني، موت وعش يشوفه بيوم العين. احنا را الفرق بيننا وبينكم على ان احنا نعرفوا هذاك النظام من الداخل، انتم ما تعرفوه من الداخل، انتم تعرفوه من الخارج، احنا نعرفوه من الداخل، وعندنا القدرة باش نتوقعوا ذاك الشيء اللي نعرفوا عليه من الداخل، نتوقعوا اش له يوقع في المستقبل. لا تشوفوا بأم عينكم كيف سيمارس عليكم هؤلاء اللي زادوهم 1000 درهم، كيف سيمارسون عليكم سادية زائدة بسبب أنهم حصلوا على المقابل اللي هي 1000 درهم من أموال الشعب المغربي. شكون اللي أعطاها لهم؟ أعطاها لهم الكسول الأول في المغرب. ماني باغي نتوغل معاكم في موضوع الصحراء الغربية العمق العمق، لأنه تعرفوا احنا كنا نهار نتكلموا عن موضوع الصحراء الغربية معاكم، ونبين لكم بأنه راكم راه الزريبة، راه الزريبة راهي أصلا فاشلة في موضوع الصحراء الغربية، راه ما يتحصل أبدا على شيء. تعرفوا على أنه كاين مسؤولين في المغرب خدامين بالسحر على رأسهم طبعا صاحب الدجاجة هو أول واحد يعني يستعمل السحر، ولكن أنا الذي لم أكن أعرف بأن برويطة حتى هو يستعمل السحر. أنا نسمعكم تسجيل صوتي لمسؤولة في وزارة الخارجية المغربية تؤكد أن برويطة يشتغل بالسحر في الوزارة ومن أجل ملف الصحراء الغربية. نخليكم تسمعوا. هما أن ستيفان دي ميستورا يقترح على مغربية ناصر بوريطة، أما هي جزائرية والله، تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليزاريو. فهذا خبر لا يفرح ولا ماشي ديال السرور،
هي هذيك. هذا دابا الاقتراح، هذا فين وصلنا بوش رويطة، بعر رويطة حاشاكم، بوش رويطة، ناصر بوش رويطة. هذا الشيء اللي هذه هي النتائج ديال الواحد اللي تيتمشى بالحجابات وحجابات وشوافة والسحر إلى آخره. هادشي اللي كاين دابا. غير قول لنا بوريطة المضاربة ديالك اللي ضربتي في بزاف ديال المؤتمرات، يعني أنت والرجال ديالك، مرة في 2024، مرة في 2017، هي هذيك الشوهة اللي درتي المغاربة، شوهتينا، الله يشوهك. دابا هذاك المضاربة وهذاك الطالعة مغربية، دابا شنو آخر مطاف؟ شنو جبتي لينا كنتيجة؟ جبتي لينا اقتراح من عند ستيفان دي ميستورا اللي تيقول تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليزاريو. هذا فشل كبير ديال السياسة ديال كابوريطة، فشل كبير ديال السياسة البوريطية، البوشرويطية، السياسة البوشرويطية. هذا فين وصلت المغرب. فخوتي خواتاتي، هذا الخبر هذا راه جا البارح، ولكن شغنقول لكم، ما اللسان عجز على باش نوصل لكم هذا الخبر هذا. بقيت تنفكر، قلت واش زعما ندير الكوراج ونقول هذا الشيء، هذا الخبر هذا، او ما نقولش في الاخر. قلت لا، خصني نقولها لكم. فاش غنقول لكم، ما عندي، ما زعما تمنيت لو كان شي حاجه، كان شي تغيير او شي حاجه زوينه اليوم، وجبتها لكم اللي تتفرح كخبر، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله، هذا ما عطى الله. هذه السياسه البوريطيه البوشرويطيه. خوتي خواتاتي، راه علاش المغرب غادي في الهاويه؟ المغرب راه غادي في الهاويه، ومشى كاع في الهاويه. غنقول لكم علاش، لان اسماء زروال تعتمد على الزينه والشرويطه والفقير والشوافه والحجابات، ويتسحب لها هذاك الشيء، راه هو اللي غادي يحل لها المشاكل ديال الصحراء. هي وناصر بوريطة وامير الطاهر. ناصر بوريطة فعاود لي يمشي ويعرف كيفاش، لا عارف كيفاش يهضر، ماشي ما عارفش، لان ما باغيش يدير الخدمه ديالو كما ينبغي، لان بغى داك الشيء هو يطول كثير ما داك الشيء تيطول كثير ما هو تيتخلص في لي ديبلاسمون ديالو. ف بعدنا نرجعوا للموضوع، تيهز الحجابات معاه وتيدير السحر، تيمارس السحر الاسود هو وامير الطاهر. حتى هو زروال تيتسحب لهم على داك الشيء اللي داروا، راه صافي غادي يغمقوا على الميريكان، ويغمقوا على الدول الاخرين وعلى مجلس الامن الدولي، وصافي وداك الشيء غادي يدوخهم ويغمض لهم العينين وما يبقاوش يقشعوا، وصافي داك الشيء اللي قالوا لهم غايديروا. ايوا الثلاثي، انتم شفتوا لحد الان بان السحر الاسود اللي تتمارسوا ما نفعكمش، ما نفعكم لا مع مجلس الامن الدولي، لا معايا انا، لا مع بزاف ديال الناس. داك الشيء راكم عارفين، داك الناس اللي تتمشيو ترغبوهم وديروا معاهم مزيان، شتو الزريبه، تحطوا لهم اتاي بالنعناع وكعيبات، وزير هذا كبغزال. حتى هذوك الناس ما نفعش معاهم الحجابات ديالكم والسحر الاسود اللي تديروا. عرفتوا شكون هما؟ راكم عرفتوا على من تنهضر. كاين الناس اللي تيمشيو لعندكم القنصليه تتحطوا لهم كعيبات واتاي بالنعناع، حتى القنصليات فيهم السحر. ايوا قلتوا زعما راه هذوك غادي ينفعوكم، ملصقين الحروزه باختو، تسحب لكم، راه صافي قضيتوا الغرض. هانتوما شفتوا ما قضيتوا والو، باش تعرفوا بان داك الشيء الله في يد الله سبحانه وتعالى، داك الشيء بالمكتاب، داك الشيء ماشي بالحروزه. خليكم تديروا الحروزه حتى شي نهار تخرجوا على المغرب كاع كله، ماشي غير الطرف منه ديال الاقاليم الجنوبيه، لا، حتى شي نهار تخرجوا لنا على المغرب كله. هي خطيره على المغرب، خطيره على المغرب، بوريطة خطير على المغرب، خطير على الملك، وخطير على الشعب المغربي. حوايج اخرين اخوتي خواتاتي، راكي السلام
استوعبتوا هذا الشيء ولا ما استوعبتوا؟ هاشي احنا رانا قلناها لكم، قلنا لكم راه المغرب راه ما ليس دولة، راه هاشي اللي تشوفوا راه ما دولة، راه ما كاين لا دولة لا شيء. هذا ضغط الملك وهذا الوزير رئيس الحكومة استقبل العامل، ما كان شيء. حضيرة الحيوانات، مالك سحاب، وزير سحاب، مدير العام سحار، مديرة الأخبار سحارة، شاهد شاهد للشاهد في ملف الصحراء الغربية السحر وحدة ترابية وحدة ترابية الحرزية الحريزية قنصليات وكذا، لأنه شوفوا هذا نظام كذاب، هذا نظام خطر عليكم، قلناها لكم، قلنا لكم هذا النظام خاصكم تطيروه في أقرب وقت، أقرب وقت. هذا نظام لا يصلح لشيء. ليش ماشي انت برويطة دارس لي أنا في الجامعات وعندك الدبلوم إلا كنت لي تعود سحار، مشي شي عند لك شي شوافة تعطيك شي كتف والله شي كذا وضرب معاهم حتى هما الفال وطرطق عليهم مال دون حتى انت وخلاص وخدم معاهم. ليش مصدعين روسكم تمشوا حتى فرنسا والدبلوم والقناطير وصاحب الدجاجة يستقبل وصاحب الدجاجة السيرة الذاتية للوزير الفلاني تسمع كان في أمريكا وكان في مدرسة ما نعرفهاش وكان يتخرج ليش مصدعين روسكم؟ شو عند الشوافات والسحارة وخلاص؟ واش هذه دولة؟ هل هذه دولة؟ واش هذا برويطة اللي يضحك عليكم؟ بالله عليكم اجي تسمعوا هذا الشيء. انا نبدا معاكم نرجع شوي للوراء ونوقف معاكم نقطة بنقطة. من عند ستيفان دي ميستورا اللي تيقول الصحراء بين المغرب وجماعات البوليزاري، هذا فشل كبير ديال السياسة ديال الكابوريتا، فشل. نعم نعم، صدعتونا بالصحراء مغربية، مغربية اللي صايك كروسة مغربية، اللي يبيع الخضراء مغربية، الجزائر مغربية، اللي ماشي في الشارع مغربية، اللي خدامة في البيران في فرنسا وفي غيرها مغربية، جميع صدعتونا روسنا مغربية وانتم باغين تجيبوها بالسحر. اللي كانت هي مغربية تجيبوها بالسحر، جيبوها بالكذب. تاريخ ما التاريخ وقال التاريخ، صدعتونا بالتاريخ. اش من تاريخ؟ لا يوجد، ما كاين لا تاريخ لشيء. ها كبير ديال السياسه البوريطيه البوشرويطيه، السياسه البوشرويطيه، هذا فين وصلت المغرب؟ فين وصلت المغرب؟ خوتي خواتاتي، هذا الخبر هذا راه جا البارح، ولكن اش غنقول لكم، ما الانسان عجز على باش نوصل لكم هذا الخبر هذا. بقيت تنفكر قلت واش زعما ندير الكوراج ونقول هذا الشيء لهذا الخبر هذا او ما نقولش، في الاخر قلت لا خصني نقولها لكم. فاش غنقول لكم، ما عندي، ما زعما تمنيت لو كان شي حاجه، كان شي تغيير او شي حاجه زوينه اليوم وجبتها لكم اللي تتفرح كخبر، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله ما عطى الله. هذه السياسه البوريطيه البوشرويطيه خوتي خواتاتي، راه علاش المغرب غادي في الهاويه؟ المغرب راه غادي في الهاويه ومشى كاع في الهاويه. تنقول لكم علاش، لان اسماء زروال تعتمد على الزينه والشرويطه والفقير والشوافه والحجابات، سمع، ويتسحب ليها هذاك الشيء، راه مسؤوله في الخارجيه، يحل ليها المشاكل ديال الصحراء. اسماء زروال هي وناصر بوريطة، هي ناصر بوريطة، ناصر بوريطة فعاود لي يمشي ويعرف كيفاش، لا عارف كيفاش يهضر، ماشي ما عارفش، انما ما باغيش يدير الخدمه ديالو كما ينبغي، لان بغى داك الشيء هو يطول كثير، ما داك الشيء تيطول كثير ما هو تيتخلص في لي ديبلاسمون ديالو. اذا اش تقول لكم هذه السيد؟ تقول لكم برويطه ما باغي مشكله الصحراء الغربيه تنحل،
كل ما طالت كل ما طال هو في ديبلاسمون، كل ما مديدو للديبلاسمون. فاش راه ينطبق حتى للمخابرات المغربيه، المخابرات المغربيه راه عندها خزائن كبيره، عندها صناديق سوداء تنهب منها الصبح مساء، ومعها عزكم الله الكلاب والكلبات والجراء في كل مكان في الصحراء الغربيه وفي غيرها وفي العالم، ياكلون من هذه الصناديق وما هم كارهين ان موضوع الصحراء الغربيه يستمر. شكرا منصور. باغين موضوع الصحراء الغربيه يستمر، تمو يجرجروه يشدوا. المهم عارفين بان الصحراء الغربيه ليست مغربيه، عارفينها هما. فنصر بوريطه تيهز الحجابات معاه ها؟ برويطه يهز الحجابات معاه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. دوز برويطه مشى عند السحارات، لا حول ولا قوه الا بالله. ياك ما حنا ياك ما الجزائر مالي، ولا تقولوا الجزائر وتقولوا مالي الصحراويين. مغربيه هذه، مغربيه خدامه في الخارجيه. الا بغيتوا تليفونها نعطوه لكم، لانها مملكه الجهل، مملكه الجهل. هذه مملكه قالها مملكه الجهل. شكرا منصور. مملكه قائمه على الجهل وعلى السحر وعلى الشعوذه وعلى بيع الوهم. ما كاين كفاءة، الكفاءة ما كاين. واش اللي عنده كفاءة يمشي يرفد معاه حرس في الطيارة مديه دي ميستورا؟ واش اللي واش شفتوا صاحب الدجاجة ذاك النهار سيارته فتح الباب، فتحوا الباب هاي البخور خارج من السيارة؟ واش كاين؟ واش اللي اصلا ناجح لا يحتاج للبخور ولا يحتاج للسحرة؟ واش هذا؟ راه شرك بالله. لا يفلح الساحر حيث أتى. هذو مشركين، مشركين من إلههم إلى أصغر واحد. وهذو المشركين منافقين بالضرورة. أو يسكر في باريس ويرجع يقول لكم أمير المؤمنين في المغرب. على ما يكون أمير المؤمنين في فرنسا حتى؟ على ما يكون هو أمير المؤمنين دائما؟ أمير المؤمنين عند المال العام، أمير المؤمنين عند القصر، أمير المؤمنين عند الفقراء، يكون دائما أمير المؤمنين. علاه هو سبحان الله أمير المؤمنين في التلفزيون، ومنين تمشي التلفزيون يرجع أمير المجرمين، قتال ذباح يغتال ويجرم ويقريسي، ولا عطيته موس يمشي يقريسي الناس في الشارع. واش هذا هو أمير المؤمنين؟ واش كاين شي أمير المؤمنين؟ أنا ماني عارف. المنافق هو اللي نعرفه يعطي وجههم يعطي وجههم. يدير السحر، تيمارس السحر الاسود، السحر الاسود. وعمير طاهر واسما زروال تيتسحب لهم، راه داكشي اللي داروا راه صافي غادي يغمقوا على. شكرا شكرا. على الميريكان ويغمقوا على الدول الاخرين وعلى مجلس الامن الدولي وصافي، وداكشي غادي يدوخوا. اذا المجلس الامن الدولي حتى هو في خطر. صافي داكشي اللي قالوا عليهم هو في الحقيقه خاص يفوسخ كل شيء، خاصكم تفوسخوا كل شيء، خاص حد يعدل النداء لفوسخة مجلس الأمن الدولي وفوسخة ديمستورا وفوسخة، خاصنا نفوسخوا كل شيء. إلا ما فوسخناه مشكلة. أنا بعد كنت منكم العياشان نحشم ديميسيوني، نتصل بهذوك اللي خدام معاهم ونقول لهم سمحوا لي الله يخليكم، ابتداء من اليوم ما تندافع على هذا النظام. ولكن أنتم ما تحشموا أصلا، أنتم مرتزقة. انتوما الحمد لله اللي كاينين حنا باش تعيشوا انتوما، باش كل ما قلنا حنا ما تعيشوا انتوما. الله ما يعطيكم ريال، ولكن على ظهرنا حنا يجندوكم. ها السكايري، ها اللي ما هو سكايري، ها الناطوح، ها معاف السبوع، ها الشمكارات، ها الكذا، كل شيء عايشين على ظهرنا حنا. ومن بعد تقولوا حنا المرتزقه، راه انتوما المرتزقه، انتوما اللي ترتزقوا على ظهرنا حنا. لانه لو كنا مالنا حنا راه ما نديها فيكم حد، شكون اللي يخدمكم؟ لا الصالح انت، انت صالح لا ذبابه تبقى تكتب يعطوك 150 اورو ولا 200 اورو باش تجي تسب سيدك محمد راضي الليلي. لو كان ما هو محمد راضي الليلي ما تقدر تجي يعطوك 200 اورو ولا 150 اورو، كاع ما يحاشوها لك، ولا يعطوك تليفون، ولا يعطوك التوجيهات، ولا يكتبوا لك داك الشيء اللي تكتب في الورقه. ديروا ايوات ولاتي، انتم شفتوا لحد الان بان السحر الاسود اللي تتمارسوا ما نفعكم، ما عطاو ولا شيء، ما نفعكم لا مع مجلس الامن الدولي لا
لا معايا انا. بالمناسبه هذا العرض الضعيف راه حتى هو تعرض لهذا الشيء، راه لما كان عنده مشكل مع فاطمه البارودي الحاجه البارودي في التلفزه المغربيه، راه ما خلات سحاره في شماعو في الدار الحمراء في سلا، كانت تمشي هي وزهور وحدين، قال لها زهور خدامه في رئاسه الدول كتابه الدول، كانوا يمشوا عند السحارات ما خلاو سحاره ما ثنتين لا ثلاثه لا اربعه، الحاجه مسكينه كل نهار تعدل شيء تفوز شيخ لا ربما تنتصر في هذه المعركه، انتصرت هي في المعركه ما شاء الله بالسحارات هذيك قالت لك امير قالت لك حاجه حتى هي والحجاب والصلاه وكذا، لانه كل من يخدم مع هذاك النظام خاصه يكون منافق، خاصو يكون منافق. شكون هي؟ شكون مديره الاخبار السابقه فاطمه البارودي من الحي المحمدي، ما خلات سحاره في الحي المحمدي، ما خلات سحاره في الشماعو، ما خلات سحاره في الدار الحمراء في سلا، ولا خلات سحاره في سمو، في حينها جبنا المعلومات في حينه، ما ليس انتظرنا سنوات باش نوصلوا لهذا هي المعلومات. انا مع بزاف ديال الناس داك الشيء راكم عارفين، داك الناس اللي تتمشيو جات ترغبوهم وديروا معاهم مزيان وتحطوا لهم اتاي بالنعناع وكعيبات كبغزال. اذا حتى ذوك اللي يجوا للسفاره القنصليات هنا والسفاره ويحضروا ذوك حفلات عيد العاش والله كذا ويجيبوا لك الكاطو والله كذا، رد بالك رد بالك، راه هذاك الكاطو اللي تكر حتى هو راه مفوسخ، منين تاكلو تعود دائما تردد على القنصليه، تعود ساكن في القنصليه يقول لك شا شا ر ر، هذا هو هذا هو النظام، هذا هو النظام الملكي بويتو، هذه الحقيقه شا شا ر ر. حتى دوك الناس ما نفعش معاهم الحجابات ديالكم والسحر الاسود اللي تديرو، عرفتوا شكون هما؟ كما عرفتوا على من تنهضر، كاين الناس اللي تيمشيو لعندكم القنصليه. شكرا. تتحطوا لهم كعيبات واتاي بالنعناع. اتاي بالنعناع. ايوا قلتوا زعما راه هذوك غادي ينفعوكم. في نظركم هذاك الشيء في النعناع ولا في اتاي ولا في الكعيبات هذا؟ هانتوما شفتوا ما قضيتوا والو. باش تعرفوا بان داكشي الله في يد الله سبحانه وتعالى، داكشي بالمكتاب، داكشي ماشي بالحروزه. خليكم تديروا الحروزه فاش نهار تخرجوا على المغرب كاع كله، ماشي غير الطرف منه ديال الاقاليم الجنوبيه، لا فاش نهار تخرجوا لنا على المغرب كله. تيسا البوريطيه خطيره على المغرب، خطيره على المغرب، انت بوريطه خطير على المغرب، خطير على الملك وخطير على الشعب المغربي. حوايج اخرين اخوتي ياك فهمتوا ياك سمعتوا. شوفوا بدينا بهذاك الشهاده المغربي في البدايه اللايف، شو يقول هذاك المغربي؟ يقول لك ردوا البال، راه المغرب راه ماشي للمجهول، راه المغرب ماشي للمجهول، راه ماشي لحفره كبيره، راه ماشي للانفجار، راه المغرب راه عنده خرا، كاين مشكله اللي بغى يقفز عليها راه يكذب على راسه، راه كاين واقع معين، وراه الانفجار جاي، وهذه من داخل الخارجية تقولكم ردوا البال، راه هذو اللي معول عليهم محمد السادس في الخارجية راه سحار كيفه هو، حتى هو سحار، راه هما سحارة هو سحار كيفكم تماما مشابهين. إذا هل الخارجية سحارة؟ الداخلية سحارة؟ الاقتصاد سحار؟ التعليم سحار؟ الصحة سحارة؟ إيه شنو؟ فين ماشيين؟ إلى أين تذهبون؟ فين ماشيين؟ ها؟ بغيتوا تربحوا، باش تربحوا؟ تربحوا باش؟ الطيمة البركانية باش تربحوا؟ تربحوا بالسحر، تربحوا بالشرك بالله، تربحوا بسرقة الحقوق، تربحوا بالديكتاتورية، تربحوا بالفساد، تربحوا بالشر، تربحوا باش؟ باش؟ باش لي تربحوا؟ والناس راه تربح بالعلم، تربح بالتكنولوجيا، تربح بالاستقامة، تربح بالعدل، تربح بالعدل، العدل أساس الملك. يا شنو هو هذا العدل عندكم؟ طاحنين الشعب، متعدين على الشعب، ناهبين الشعب، مجرمين في حق الشعب، مجرمين في حق الفقراء، كلتوا اموال الشعب، عشتوا بخير وعلى خير وخليتوا الشعب يموت من الجوع، خليتوهم في الجاهليه، خليتوهم في السحر، خليتوهم في الشعوذه، في المواسم، في السهرات وفي الزيوز وفي الشيخ اطراكس،
توشحون الشيخات وتخلوا العلماء توشحوا فين ما كاين شي واحدة ناشرة الفسق والفجور توشحوها وتخلوا العلماء تخلوا الدكاترة تخلوا أصحاب العلم خليتوا الشباب نضمعها شعبها إيش بيك؟ ما نعرف الشعب كامل محشش الشباب محشش فتيات طاروا مشاكلها جرت باليزتها مشات إشنو؟ ضيعتوا الفلاحة ضيعتوا البحر ضيعتوا السماء ضيعتوا التراب حتى المطر قطعه الله عنكم حبسه الله حبس لا بالإجرام الذي ترتكبون لا بالإجرام دولة مجرمة مارقة كل شيء فيها يتحرك فاسد كل شيء كل شيء قصرها فاسد خارجيتها فاسدة داخليتها فاسدة جيشها فاسد دركها فاسد بوليسها فاسد مخابراتها أفسد إيش فين بغيتوا تمشوا فين إلى أين يلا قولوا منين اللي تمشوا قاعد فين حدكم أي اتجاه اللي تمشوا فيه كان عندكم طريق اللي هي باينة خليتوا الطريق الباينة مشيتوا معها مع 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 المنعرجات فين اللي تديكم المنعرجات عليكم السلام أيها عندكم منعرجات للهاوي وحنا نتفرجوا فيك دوكم نتفرجوا فيكم حنا اللي نتفرجوا فيكم هكذا إذن شكرا جزيلا لكم كاملين نذكركم على أنه إن شاء الله اليوم سيكون هناك احتفال بذكرى الوحدة الوطنية ستقيمه رابطة النساء الصحراويات بفرنسا في ضواحي باريس في منطقة ليماي الدعوة طبعا موجهة للجميع بما في ذلك يعني لإخوة والأخوات في الجزائر العنوان نشوف العنوان اللي بغيتو نشروه لكم إن شاء الله في التيك توك بعد قليل نشروه لكم إن شاء الله كنا عندكم إذن العنوان هو Espace culturel Christiane Four rue des 4 chemins les 4 chemins 78 520 Limay إذن هو هذا العنوان وهذا العنوان اللي بغى يعدل له كابتر ديكرون ولا شيء إذن هو العنوان ما يعرف واش باين لكم ولا لا هاي اللي ما عاد باين له ننشر لكم في التيك توك ننشر لكم ان شاء الله مباشره بعد هذا اللايف إذن الاخوه اللي باغيين يحضروا ولا اخوات من الجزائر موريتان من تونس المهم اللي بغى يجي مرحبا به وسهلا حتى المغاربه الاحرار مرحبا بهم وسهلا المغاربه الاحرار حتى هما مرحب بهم مرحبا بهم وسهلا إذن بعد قليل ان شاء الله سيبدا الحفل ولين نحاول ان شاء الله نكونوا يعني في التغطيه باذن الله تعالى نقول لكم وقائعوا باذن الله تعالى تحياتي لكم شكرا جزيلا لكم والى اللقاء ان شاء الله ريافه طبعا حتى ريافه مرحبا بهم وسهلا ريافه دائما مرحب بهم الاحرار دائما مرحب بهم الاحرار شوف الاحرار يا شوف باش هذه رساله للعياشه شت الانسان هذا الحر الانسان الحر او المراه الحره مكانها دائما محفوظ وقيمتها دائما محفوظة يعني أي إنسان حر والله إنسانة حرة دائما سيجد له مكانا بين الأحرار الإنسان اللي هو جاهل ما أكثرهم بسبب التعليم ضعف التعليم بسبب ربما المحيط العائلي كاين إنسان اللي جاهل هكذا جهيلة مسكين لا إله إلا الله خاصك تأخذ بيده خاصك تجره من مستنقع العبودية خاصك تبين له خاصك تبين له الحرية باش يتبعها إلا ما بغى يتبعها يكسع عارف بأنه قد ضرب على قلبه شيء تعدل له لكن الإنسان الحر دائما يجد نفسه مع الأحرار دائما هو في فضاء أوسع بكثير من اللي فيه العياشي مسكين راه عالم صغير عاش وخلاص أما الحر عنده فضاء واسع ويتعلم من الناس ويلتقي مع ناس آخرين ويستفد منهم ويستفدوا منه وما شكون اللي عاطي لحد شيء ما عاطي حد شيء لشيء الناس كاملة راهي لا بشر كل واحد رازق الله كل واحد عايش في حياته كل واحد عنده الحق
تكون عنده أفكار ومبادئ وقناعات، كل واحد حر، حر خاصك تحترم حرية الآخرين وكذلك الآخرين يحترموا حريتك، ولكن ما خاصك تؤذي الناس، أنت تؤذيهم بعبوديتك، أنت تجيب عبوديتك وتفرضها على الناس. كيف البارح نشاهد فيديو واحد من فرنسا مع الأخ حسن مطارو من الريف يتكلم له يقول له كذا، قال له الملك مقدس، شنو مقدسني؟ واش الملك قدس الله؟ واش محمد السادس قدس الله؟ يلا عطون أنا العياشة قولوا لنا واش الله سبحانه وتعالى قدس الملك؟ المقدس هو الله، الله هو المقدس، ما محمد السادس لا بشر. انت تقدسوا رانك خطأ، رانك على خطأ، ليه تقدسوا؟ إلا كنت تتبع الله سبحانه وتعالى، رأى الله سبحانه وتعالى لم يقدس البشر، قدس روحه هو أصلا، البشر غير مقدس، لا مني أنا ولا غيره، لا تقدس البشر الإنسان. أمقدس؟ مقدس ما يخطئ، محمد السادس ما يخطأ، محمد السادس شنو؟ ما يخطأ، محمد السادس ما يرتكب الأخطاء، محمد السادس ما يجرم، محمد السادس ما يسرق الأموال الناس، محمد السادس ما يرتكب البشر كيف وكيف الناس. لماذا أنت تحطه وما خاصك تكلم عنه؟ لا كيف وكيف الناس، ويحاسب على فعله، هو ما يحاسب على صفته ويحاسب على فعله، هو مجرم أجرم في حقك أنت. وهذاك الحراق اللي كان يدافع عنه بدون أوراق هنا في فرنسا اللي حطيت بها الشكاية تقريبا حوالي الآن شهر كان يهددني، وهو عايش هنا في فرنسا وهو بدون أوراق، والسبب هو محمد السادس اللي لاحه في الخارج ولاحه في أوروبا باش يعيش هون ذليلا مهانا محتقرا، ولا زال يعيش للملك في المغرب. سبحان الله سبحان الله، هذه عقلية العياشي، لا بغيت تفهم عقلية العياشي تحير تحير. إذن شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في مباشر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.